بقى حديقة الحيوان بالجيزة بعد رفع الحظر عنها أو رفع الإجراءات عنها. ونخرج فاصل ونرجع نواصل هذه الأخبار. إجراءات احترازية مشددة، فتحت حديقة الحيوان أبوابها أمام المواطنين بعد الإغلاق اللي استمر لمدة أسبوعين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء. طبعاً الفترة اللي فاتت دي ما كناش بننزل نهائي، فحبينا إن احنا نغير جو، فقلنا أفضل مكان يعني تيجي تشوفينا الحيوانات وتخش الجنينة، برضو لابسين الكمامات، عاملين كل الإجراءات بتاعتنا بحيث إن احنا إيه برضو ما نتعرضش لأي خطر. مصدقنا بقى اليوم فتح النهاردة، جينا بقى نفسح العيال شوية، هو في التزام بصراحة، بداخلين برضو بالكمامات والناس برضو ملتزمة بعيد عن بعض. مصدقنا بقى يوم ما اتفتحت بقى حبينا نيجي النهاردة، بقى اليوم جميل كده وحلو. لحد الآن كده مفيش زحمة كويس، وإحنا برضو عاملين احترازاتنا إحنا نفسنا احنا يعني ايه، عشان خايفين على الاولاد وعلى نفسنا برضه. اللي خايف على نفسه خايف على اولاده، بيلبسهم كمامه بتاع، لازم ازمه ولازم كلنا نلتزم بيها عشان نقضيها على خير. من اول ما دخلنا فين الكمامه بتاعت برضه، حتى الاطفال بيتكلموا يعني عنها وكده، والبس كمامتك وخليك حريص. تعتبر حديقة الحيوان أهم المتنزهات اللي بيقصدها المواطنين بمختلف أعمارهم لقضاء وقت ممتع مع الأسرة. نسمة شفعي، كلمة أخيرة.